صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تنخفض درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس وتصبح أقل من معدلتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي معتدل خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتسجل أو لتكون الأجواء مائلة للبرودة، تستدعي لبس جاكيت خفيف أو معطف خفيف خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم: تسود أجواء غالبا صافية مع 26 درجة مئوية المحسوسة، 25 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 28 إلى 14 ما تفرق لبعض الغيوم، إربد 26 إلى 15، جرش 27 إلى 16، وعجلون 25 إلى 15 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء 29 إلى 16، عمان 26 إلى 15، البلقاء تفرق لبعض الغيوم 26 إلى 16، ومأدبة 26 إلى 15، والبحر الميت 33 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 15، الطفيلة طقس صافي 26 إلى 16، معان 33 إلى 20، الشوبك 24 إلى 15، والعقبة طقس حار 37 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، والأزرق طقس صافي 33 إلى 16، الصفاوي 32 إلى 16، ورويش طقس صافي مع 35 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.